توقف إطلاق النار وعاد الهدوء مصحوبا بأضرار كبيرة ينتظر الأهالي التعويض عليها. وعلى الرغم من الحذر الذي يسود عبره، إلا أن أصوات الانفجارات سمعت نتيجة قيام الجيش بتفجير عبوات كانت مزروعة في محيط مسجد بلال بن رباح، وقد منعت العناصر الأمنية سكان المنطقة من الاقتراب حفاظا على سلامتهم. عندنا كثير اضرار، وعم بتسل في اكثر اضرار بالبيت، ما فينا نطلع هلا لانه كلها الغام هلا. في حدا اجى كشف على الاضرار؟ لا ما حدا كشف. شو بتطلب؟ شو بتطالب؟ بطلب رحمه الله، لانه الحمد لله دخلنا بخير وسلامه. بعض الاذاعات بتقول انه الضرب من عبره، لا الضرب من الحاره. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الضرب كان من هنيك. عندي مساحه بيتي 170 متر كله محروق، ما في شيء بقلبه، ولا عندي أي إثباتات أوراق، كل السندات وكل شيء ذهب وكل شيء مصاري. اتدمرت كل أموالي، طلعوا وتفرجوا. وبهدف رفع الردميات عن الطرق وإجراء مسح شامل في البنى التحتية، جال محافظ لبنان الجنوبي نقول أبو ظاهر على مربع الأسير قبل ترأسه اجتماعا في السراي، تقرر خلاله تشكيل لجان مهمتها التنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بغية تقديم التعويضات. المدير العام لهيئة أجير عبد المنعم يوسف تفقد الأضرار الناجمة عن المعارك. ابتداء من اليوم الساعة 3 فرقنا موجودة، في فرق إعاني رح ومساندة رح يجوا من مناطق تانية، المواد والكوابل موجودة مثل ما أفادوني المسؤولين، رح نبلش من اليوم تا حوالي 300 مشترك يقدروا يشتغلوا ابتداء من اليوم المساء وبكرة وبعد بكرة يكون بين الباقي أمتى؟ أما تقريبا 10 ما بيني آخرين، بظن أنه نحن ما رح نقدر نشتغل عليهم إلا ما الجيش قلنا أمتين. ومع قيام عناصر الجيش بإجراءاتهم ينتظر الأهالي العودة إلى منازلهم من دون تحديد سقف زمني لتلك العودة.